السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. لمح جمال بالماضي في تصريحات صحفية بأنه لا ينوي القيام بتغييرات كبيرة على قائمة اللاعبين التي سيعتمد عليها مستقبلا مقارنة بالتي كانت حاضرة في المعسكر، وذلك بعد تداول أسماء من أصول جزائرية في الدوري الفرنسي رشحت للالتحاق بالمنتخب قريبا على غرار الرباعي أمين غويري وياسين عدلي وريان شرقي وأخيرا رومان فافر. ولقد أكد جمال بالماضي بأن الأساس في استدعاء أي اسم سيبنى على شروط، من بينها إبداء الرغبة في التضحية من أجل العلم الوطني، حيث قال في المؤتمر الصحفي: هناك شروط واضحة لأي لاعب يريد اللعب للمنتخب الجزائري، وهي أن يظهر رغبته في أنه يريد الموت من أجل العلم الجزائري. ولقد كانت هذه الرسالة الغير مباشرة موجهة لكل من اللاعبين أمين غويري وريان شرقي، وقد أكد لهم الناخب الوطني في تصريحاته بأنه حينما تنطلق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم فإن أبواب المنتخب ستغلق نهائيا في وجه اللاعبين المترددين لحمل قميص المنتخب. كما قد أكد بأنه في حال تأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم فإنه لن يستدعي أي لاعب جديد لم يساهم في تأهل المنتخب للنهائيات، وسيلعب بنفس المجموعة التي سبق لها أن ساهمت في هذا الإنجاز. وواصل بالماضي كلامه بالقول بأنه أي لاعب يرغب في اللعب للجزائر يجب عليه أن يكون مستعدا للتضحية وللعب ب200% من قدراته الفنية، مؤكدا في نفس الوقت بأنه في حال عدم توفر هذا الشرط فأنا لست بحاجة لخدماته. وهي رسالة واضحة للاعبين أمين غويري وريان شرقي الذين يترددون إلى حد الساعة على اختيار المنتخب الذين سيحملون ألوانه. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.